سؤال رقم 23 من مجموعة من الأسئلة اختبار القدرة. عدد إذا قسم على 4 وأضفنا له 4 كان الناتج 8، فما هو العدد؟ ليفرض العدد هو س. قسم على 4 يعني س على 4، أضفنا له 4 يعني زائد 4، صار الناتج 8. معادلة على طول، ناقص 4 وهنا ناقص 4، شطب س على 4 بيساوي 4. طرفين وسطين، إذا س بيساوي 4 و 4 4 وبيساوي 16، إذا قيمة العدد هو 16.